إذن مرة أخرى مرحبا بكم في قناة مارسانك تي في. نستضيف اليوم والمناسبة الشرط وهي الدخول الجامعي، نستضيف الدكتور سي يحيى بوغلب رئيس جامعة شعيب الذكري بالجديدة، اللي غادي نحاول يعني ناخذ معه أو استجلاء يعني الدخول الجامعي الجديد. هل هناك من جديد؟ هل هناك من مستجدات في هذا الدخول 2022-2023؟ مرحبا بك سي بوغلب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وشكرا لكم على الاهتمام اللي تولونه للجامعة والدخول الجامعي. كما لاحظتوا هذا الأسبوع هذا كان أسبوع ديال التسجيل في كليات ذات الاستقطاب المفتوح، كلية العلوم، كلية الأداب، وكلية الحقوق. وكما لاحظتوا وعكس ما كان يجري به العمل من قبل، هذا العام كان واحد التنظيم محكم على أساس أنه كيكون واحد تسجيل قبلي في المنصة، والطلبة كيجيوا باش يسلموا غير شهادة البكالوريا، والطالب كيكون عنده واحد المواعيد باش كيجي. دونك هادشي سهل علينا عملية التسجيل، وسهل حتى على الطلبة والأولياء ديالهم، ما بقاش داك الاكتداد اللي كان من قبل. دونك هاد العملية كتمر بسلاسة في هاد كلية الحقوق اللي زرتها اليوم، وكذلك في كلية الأداب اللي زرتها هذه يومين، وكلية العلوم التي سأزورها يوم الجمعة إن شاء الله لتفقد معي هاد العملية هذه. ولكن أنا مرتاح، زعما مرتاح كبير، على أساس أنه هاد العملية تمر زعما بواحد السلاسة كبيرة، والأمور الحمد لله غادا مزيان. إذن التهيئ كان يعني بطريقة يعني سلسة، وكذلك واش هنا يعني ما كاينش مشاكل فيما يخص الموارد البشرية هاد السنة؟ هاد السنة تلقينا واحد العدد ديال المناصب اللي غادي نعتمدوا عليها باش ان شاء الله نواجهوا هاد الكثافه ديال الطلبه اللي كيجيبنا. عندنا واحد الخصائص صراحه نقولوه في الموظفين، ولكن غادي نستدركوه ان شاء الله في السنوات المقبله. اما فيما يخص الاطر البيداغوجيه الاساتذه، عندنا واحد العدد ان شاء الله لا باس به اللي غادي يمكن هاد الكليه بالضبط، لان عليها ضغط كبير ديال الطلبه. كليه الحقوق اللي غيتسجلوا فيها على الاقل واحد 4000 طالب، وغادي تولي هي اكبر مؤسسه عندنا في جامعه شعيب الذكري، تقريبا بواحد 14000 طالب حتى 15000 طالب. اعطيناها واحد الاهتمام خاص بوضع واحد العدد ديال المناصب ديال الاساتذه جديده لمواكبه هذا العدد الكبير. وكذلك لمواكبه هذا العدد الكبير غادي ينطلق مشروع ديال بناء 3 مدرجات جديده، غتنطلق هذه السنه ان شاء الله، وغادي تكون موجوده في اخر السنه او في السنه المقبله ان شاء الله، ويمكن لنا ديك الساعه نسدوا الخصاص اللي كاين. حاليا هذا العدد تاع الطلبه ما يمكنش ديزون القاعات اللي كاينين والمدرجات ما يكفيوش لعدد الطلبه، ولكن كان كاينه اعانه من كليه الاداب اللي مخصصه مدرج لكلية الحقوق، وكلية العلوم مخصصين مدرجين باش يمكن نواكبوا هذا العدد الكبير ديال الطلبة اللي كيهتم بالحقول ديال القانون والاقتصاد في هذه الكلية هذه. بناء المدرجات، وكذلك كنا كنسمعوا كذلك بناء مؤسسات جديده اللي غتتبع لجامعه شعيب الذكري، هل من جديد في هذا الباب؟ في هذا الباب كاين المؤسستين في غادي يكون طور البناء ان شاء الله في السنه المقبله 2023. كاينه كليه المتعدده التخصصات في سيدي بنور، المشروع يسري حسب المواعيد اللي كنا حددناها. دونك ان شاء الله في اواخر ديسمبر غادي ناخذوا المؤسسه اللي غادي تبني البولي ديسيبلينير، وغينطلق العمل في 2023. كذلك لو ان سي جي حتى هي غادي تكون المؤسسه، نختاروا المؤسسه باش تبدا هنا في بيما مازاغون، هنا في المدينه الخضراء ان شاء الله. وكاين مؤسستين اخرى، كاين المؤسسه ليزف اللي الان تحتضنها لانسا، وكذلك كليه الحقوق توضع لها اشاره واحد العدد ديال القاعات. هذه حققها باقي ما لقيناش الارض، ولكن رحنا في تفكير باش نلقاو حل جذري لهذه المؤسسه هذه ان شاء الله، باش السنه المقبله غنكونوا عارفينها فين كاينه، وغادي يمكن نخصوا الوزاره تخصص لها الميزانيه الكافيه لبناء مؤسسه جديده. وكاينه مؤسسه اخرى ديال العلوم، علوم الطب، لي سيونس دو لا سونتي، اللي صراحه باقي ما بداتش، ولكن نتمنوا اننا نضافروا الجهود مع لي زوتوريتي، مع العامل والمسؤولين على المدينه وعلى الجهه، باش نلقاو ارض لخلق هذه المؤسسه اللي هي غادي تكون واحد تجيب واحد لا فالور اجوتي للجامعه ديالنا، لان غادي تغطي واحد الميدان اللي ما عندناش هو علوم الطب.
هو اللي خاصنا ان شاء الله، وغادي نبدلوا جهودنا ان شاء الله باش ترى النور قريبا. شكرا السيد الرئيس على قبول الدعوة، كنتم مع قناة تي في 5 ماروك، شكرا لكم. شكرا لكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.